السلام عليكم شباب، كيف راكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم كيف ما وعدتكم في الحصه اللي قبل اللي درنا فيها درس توازن جسم خاضع لقوتين، غادي نحاولوا اننا نديروا واحد لابليكاسيون اللي نحاولوا اننا نثبتوا بها المعارف اللي اكتسبناهم في هذا الدرس. اولا ناخذوا لا فيغور، الشكل امامكم. Donc la figure ci-dessous schématise une pomme en équilibre accrochée au point A à l'extrémité d'un dynamomètre qui indique la valeur de la force F exercée par le dynamomètre sur la pomme. Donc là, elle a واحد la pomme en suspension malqa, elle a واحد le xit dial dynamomètre. D'accord? Donc là, on va vous décrire le شكل puis vous pouvez le شكل شكل واضح. Donc هذا هو الشكل. كما ترون عندنا تفاحة، الخيط ديال الديناموميتر يمسك التفاحة انطلاقا من النقطة أ، كما ترون شفتوها، دونك هنا عندي التماس راه كاين في النقطة أ، النقطة جي هي لو سونتر دو غرافيتي مركز ثقل التفاحة، الديناموميتر يشير إلى القيمة، إلى القيمة كان، القيمة اثنان، هنا عندي فوا أن نيوتون، يعني اثنان في واحد، يعني اثنان نيوتون، دونك هادي هي الشدة ديال هاديك القوة، والقوة غنسميها إف، صافي؟ القوة ديال الأرض دائما كنسميوها بي، دونك غادي نرجعو لهذا الشيء من بعد، نشوفو ديتيرميني لو سيستيم إتيدي، شناهو لو سيستيم إتيدي هنايا؟ سي لا بوم، سيستيم إتيدي سي لا بوم، لا بوم، دوني لو بيلون دي فورس إكزارسي سور لو سيستيم إتيدي، ما أننا هنايا ديجا حددنا لو سيستيم إتيدي، دونك لو بيلون غادي نخرجو فيه غير لي فورس إكزارسي باغ هاد سور هاد لا بوم. Alors, on va dire les forces, force de contact et les forces à distance. Donc, je nomme les forces de contact, les deux. عندنا كونتاكت الوحيد او التماس الوحيد اللي عندنا مع التفاحه هو ديال الخيط ديال الديناموميتر، يعني الخيط الديناموميتر، تاثير الديناموميتر. دونك لا فورس، لا فورس اكزيرسي par le dynamomètre, dynamomètre sur la pomme. Elle a tout fait. Had la force hélice minaha min qabl F. F. Elle mutajiha bien sûr. Touma, la force à distance, chnou idna, nesatir dial ard. La force, force, la force, exercée, exercée, réaction E. Par quoi? Par la terre. Sur quoi? Sur la pomme. هادي غادي نسميوها بي، يعني دائما غنتعود على ان لو بوا او القوة مطبقة من طرف الارض غنسميوها بي، كتسمى لو بوا. دونك هذا هو لو بيلون دي فورس. دوني لي كاركتيرستيك دو شاك فورس. دونك بالنسبة لي كاركتيرستيك هنايا غير باش نعرفو كيفاش نخدمو في الامتحان، اما نحطو طابلو بحال اللي كان عندنا في الدرس، اما نديرو شاك فورس. مثلا هنا عندي اف، عندي بي، كل وحده فيهم غندير فيها 4 ديال العريضات، حيت عندنا 4 ديال الكاركتيرستيك، 1 2 3 4. شنو هي العريضه الاولى؟ كنديروا شنو كنديروا فيها؟ لو بوين بوين دابليكاسيون. العريضه الثانيه لا دووات داكسيون. العريضه الثالثه لو سونس منها. العريضه الرابعه لانتونسيتي، لانتونسي دونك غادي نحاول ان نرجع لهاد لي كاركتيرستيك ونستخرجهم من الشكل. دونك لو بوين دابليكاسيون بالنسبه للقوه اف، دونك هنا عندي التماس في النقطه ا، دان بوين دابليكاسيون هي النقطه ا. لا دووات داكسيون، شوفوا معايا التاثير كيف داير، ماشي بحال في الدرس كان عندنا التاثير بشكل افقي، هنا دابا التاثير عندنا بشكل عمودي. الخيط كيجر الكره نحو لا بوم فيغ لو هو، والارض كتجر الكره نحو الاسفل، دونك بجوجهم كاينين الطريقه اللي هي فيرتيكال. دونك هنا لا دووات، لا دووات فيرتيكال، باسون باغ، ضروري نحدو النقطه اللي كدوز منها، باغ باغ كوا باغ ا. لو سونس، لو سونس دائما كنقول لكم دو فيغ، من الى، من نحو، من اين؟ من نقطه التاثير ا نحو ماذا؟ نحو الاعلى، لان الديمومتر هو اللي كيجر هذه لا بون فيغ لو، فيغ لو هو.
ثم لانتونسيتي هنا عندي ديلومتر دونك لانتونسيتي راه هي 2 في 1 هي 2 نيوتن اف كتساوي 2 نيوتن هنايا وفيت اتونسيون اف راه سون فيكتور نمشيو للبي بوين دابليكاسيون دونك بوين دابليكاسيون ضروري تكتبوها هنايا لا دووات داكسيون لو سونس اي لانتونسيتي لو بوين دابليكاسيون هنا هو دائما بالنسبه لو بوين راه حنا ذكرناها من قبل اولا ذكرتها لكم في الدرس ديال لي فورس لو بوين دابليكاسيون بور لو بوين هو جي دائما هو لو سونتر دو غرافيتي مركز ثقل الجسم لا دووات داكسيون سي لا دووات verticale verticale passant par G هنا راه غير كوم رمارك لا دووات verticale كي باس بار A هي لا ميم دووات verticale كي باس بار G يعني بجوجهم خصهم عندهم لا ميم دووات داكسيون دايوغ هنايا راه سي effectivement راه هادشي اللي كاين لان الجسم راه فيه توازن والقوتين فورسيمون عندهم لا ميم دووات داكسيون Le sens de G vers quoi? Vers le bas. Voilà, asphalte. Quotient عندهم deux sens opposés. L'intensité P, je ne sais pas. هنا هي l'intensité P, mais عندي شي ديناميتر شي حاجه اللي تحس باش نعرف ان القوه شحال هي الشده ديالها مي هنايا غنحاول نستعمل شروط توازن جسم خاضع لقوتين دونك شنو غادي نديرو دونك غادي نكمل لكم هنايا نكمل لكم هنا شنو غادي نقولوا في هذه الحاله لو كو لا بوم لي بوم اي لا بوم اي اون ايكيليبر في توازن ايكيليبر دونك كوا شنو هما شروط توازن جسم خاضع لقوتين دونك اف لا فورس اف اي لا فورس بي اون لا ميم كوا لا ميم دووات داكسيون واش راه ايفيدون لان عندي بجوجهم فيرتيكال شنو عندهم ايضا عندهم دو سونس اوبوزي واش راه باين عندنا في لي كاركتيرستيك لان الاولى فيغ لو با فيغ لو هو والثانيه فيغ لو با وعندهم الشرط الثالث هو انهم عندهم لا ميم بيان اون ميم intensité هاد الشرط هذا هو اللي غنستعمل هنايا دونك لي فورس لي دو فورس عندهم لا ميم انتنسيتي يعني لانتنسيتي ديال بي كتساوي لانتنسيتي ديال اف شحال كتساوي لنا 2 نيوتن دونك هنايا بي كتساوي 2 نيوتن هنا ملي كنبغيو نحددو او نستعملو شروط التوازن ضروري نذكرو بهاد الطريقه هذه شرط التوازن ونستخدموه باش نستخرجو l'intensité en choisissant une échelle convenable représenter les forces donc هنا غادي نحاول اننا نديرو لا ريبريزونطاسيون عندي 2 نيوتن نختار ليشيل مثلا 1 نيوتن 1 سنتيمتر دونك 2 نيوتن 2 سنتيمتر غادي نمشي الشكل اللي عندي ناخذ المسطره بيان سور ناخذ اللون الاول ندير لا فورس الاولى 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر vers le haut هاد القوة هذه هي F لون مغاير دائما نحاول أننا نستعمل ألوان مختلفة في التمثيل من جي نحو الأسفل جوج ديال لي سنتيمتر فوايي هنايا هنايا راه بديت من A هنا نبدا من جي دونك هنايا هذه هي P دونك هادي بديتها من جي باش يكون الشكل واضح بديتها من جي والاخرى بديتها من ا نحو الاعلى من ا نحو الاعلى وبجوجهم كاينين في لا ميم ديريكسيون بجوجهم كاينين في لا ديريكسيون فيرتيكال داكوغ دونك هادي هي لا ريبريزونطاسيون نتمنى ان التمرين يكون واضح ونتمنى ان ما يكونش باقي عندكم اي مشكل في تطبيق شروط توازن جسم خاضع لقوتين وفي لقاء قادم في فيديو اخر ان شاء الله كنتمنى انكم ما يبقاش عندكم مشكل في هاد لي فورس هادو واي واحد باقي عنده دي بروبليم باقي عنده اشياء اللي هي غامضه في راسو باقي عنده تساؤلات ما تردوش تحطوها لي في لي كومونتير ديالكم كاملين كنشوفهم وكاملين كنجاوب عليهم وكل كومونتير كنعطي حقه
alors bonne continuation, كنتمنى التوفيق للجميع وكنتمنى لكم النجاح.